نقف ولو لثواني عند، وده برضو مكون أساسي ورئيسي من المنظومة المحترمة دي، العريقة دي، الناجحة دي، جماهير النادي الأهلي. الجماهير الموسم ده، هو ممكن يكون الكلام ده برضو ايه حصل الى حد ما الموسم اللي قبليه، بس خلينا في الموسم ده لان ده كان موسم يعني استثنائي بجد من كل الزوايا فعلا. الحقيقه فعلا. تحب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي اللي وفائها ما بيبانش غير في وقت الشده، وفعلا كل مره بيضربوا نموذج يحتذى به لكيفيه ان يعني هكذا يجب ان يكون الجمهور الوافي الداعم بغض النظر عن الوضع الراهن بتاع الفريق، بتحس بدعمهم في لحظات الانكسار اكتر بكتير من فرحتهم في الانتصار. فهل جماهير النادي الاهلي ليها خصوصيه، ليها طبيعه مختلفه، ولا شانها شان اي جمهور لاي نادي؟ لا طبعا جماهير النادي الاهلي في وضع مختلف، ان هو متعود على البطولات، متعود على المكسب. لما بيجي فتره انكسار او فتره اداء النادي الاهلي بيقل او في خسارات لبعض البطولات، اكيد الجمهور بيزعل. بس بقى هو ده دورك انت كصديق وافي للنادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي. انت كجمهور، انا لعيبه النادي الاهلي يعتبر اخويا وصاحبي وصديقي. لما احس ان صاحبي في مشكله، تعبان، مريض، لازم ابقى واقف معاه. طب. في فرحه بفرح معاه، لكن في الزعل والانكسار لازم ابقى خلفه وفي ظهره وبدعمه، بقول له لا انت فرحتنا كتير، احنا معاك لغايه ما تقف على رجليك تاني، احنا معاك لغايه ما ترجعنا تاني في الوقت في منصه التتويج اللي احنا متعودين عليها. لا طبعا دور الجمهور دور مهم جدا مع لعيبه النادي الاهلي بالذات. انا ما ينفعش كلاعب كوره في النادي الاهلي ودايما انا بفرح الجمهور وبفرحه بفرحه في وقت من الاوقات، وده طبيعي كره القدم، في مستوى بيعلى مستوى بيقل، احس ان جمهور النادي الاهلي نسي الحسنات اللي انا عملتها وفاكر لي بس بعض السيئات الصغيره. اتمنى من جمهور النادي الاهلي، وده طبعا بنشوفه بيحصل، دعم كبير جدا للنادي الاهلي، دعم كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، دعم كبير جدا لكل كيان النادي الاهلي الفتره دي ان شاء الله.